حبيبتي أهلا سناء. الكاربوريتر بخير والسيارة ما شاء الله عروس. بعرف. مع أساس السيارة كانت تقطع معك. بصراحة يعني كانت حجة عشان أجي أشوفك وأنت بتشتغل. أخ منك بس. مجدي. يا معلم. مالك مش على بعضك؟ محمود يا معلم. ماله محمود؟ لا لا ما معلش. إيش في احكي. أمه توفت. إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دايم الله. لحظة لحظة. مو هذا محمود اللي كان يشتغل عندك؟ هذا ما له حدا بالدنيا. اسمعي مجدي. خذ هذول. تفتح بيت أجر للمرحومة بتشوف لي محلات الصيانة. حاضر يا معلم الله يكثر خيرك. أنا بلحقك عشان أشوف إجراءات الدفن. ما بتصدق قديش أنا مبسوطة فيك. أنت اليوم كثير كبرت بعين. اسمحي لي. أنا لازم أروح أشوف محمود هذا الولد ما له حدا. حتى قرايبه لا كانوا سارين عنه ولا سارين عن أمه. يا الله كيف الدنيا. روحي أنت وأنا برجع بشوفك. أكيد حبيبي. وما تنسى تطمني عليه بالتليفون. مهما كان هذا الولد يتيمه ما له حدا. أوكي. أوكي؟ باي. يلا باي. معقول كل هذا الحنان عندك؟ كيف رح أعوضك عنه؟ وأنا ما رح أجيب لك ولد ولا بنت. مين فينا الغلطان؟ أنا ولا أنت؟ يا ليس أنا تعبت. في حدا بيجيب حبيبته لهون على البحر وما بيحكي معه؟ حبيبي شو مالك؟ رح أنفجر. شو مالي؟ رح أطوق. رح أموت من القهر. ليش رح أطوق؟ تسأليني ليش؟ يا ليث أنت مزودها كتير. ما خلص البنت صارت مرت أبوك وحامل منه كمان. وبصراحة أنت الغلطان. وبعدين وحدة غيرها ما بتصبر على اللي عملته فيها حسب كلامك اللي قلت لي إياه. كل بنات حوا هيك حربايات. تعرف الحرباي بميت لون ولون. يعني أنتوا اللي بلون واحد. شو قصدك يا هيا؟ مش فاهم. أنت كم مرة وعدتني بالزواج؟ لا حبيبتي أنا لا وعدتك لا بزواج ولا بطلاق. مزبوط. شو هو اللي مزبوط؟ طب لما هو مزبوط ليش حسستيني إني وعدك ألف مرة بالزواج؟ بس لنبهك لشيء أنت مش فاهم. أبوك وليلى ما تستروا تحت غطاء الحب ولفية بالشوارع وعلى البحر وهون وهون. حبوا بعض وتزوجوا على سنة الله ورسوله. بس أنت وأنا كل الناس بتلومنا. اسمع حبيبتي أنا ما مسكتك من إيدك اللي بتوجعك ولا ضربتك عليها عشان تيجي معي هون. أنت إجيت بخاطرك. لو كان بخاطري ما إجيت معك لهون حطيت حالي بهيك وضع. ومين اللي جبرك يعني؟ وبتسأل كمان؟ اللي جابني قلبي الحب اللي فيه نقطة الضعف اللي عندي. أنت هتغني لي هيا؟ أنا اللي فيه مكفيني. تفضل خلينا نروح أحسن. مش عارف يا شكري بس حسيت انه عزت بيحكي بكل ثقة عن الانتقام. يعني ممكن يكون متفق مع اي حد حتى ينتقم مني. انت ما هلك تعرفني يا استاذ. انا ما في حدا بتجرأ ويخوفني. انا عماد وفي. بس يعني الموضوع بده شوية حذر مش اكتر من هيك. انت بتستهبل يا شكري. طب ما انت عارف اني انا اللي ورطته في صفقة اللحوم الفاسدة. انا خايف يا شكري اللي ما قدرت عليه الحكومة معي يقدر عليه عزة بالانتقام. شو بيعرفني كيف؟ يعني ممكن يتفق مع اي مسجون بده يطلع يدفع له مبلغ حتى يقتلني. لا لا ايناس ما في منها خوف. اصلا هي ما بتعرف اشي. بعدين أنا ضحكت عليها بكلمتين وصدقت كل كلمة حكيتها. أنت خايف علي ولو. بعدين معك رحمة انت بتقشبط للسيرة هاي. خلص قلت لا يعني لا. وبعدين معك انت يا صالح. يعني بدك تخلي سمير وامه يستفردوا بالبنت هيك يعني؟ يعني احسن يستفردوا فيي انا ويحاكموني عشان حضرت بنتك تعيش سعيدة ومبسوطة مع حماتها وجوزها.
طيب افرض انه سمير قدم العطاء ولسه عليه من غير ما حضرتك تدعمه، ما رح يشكوا فيك ويسألوك؟ اكيد رح يسألوا، وساعتها لما يعرفوا انه نسيبي يا حبيبي رح ينخرب بيتي ولا يمكن يقتنعوا ان انا بريء. هيك قلتها بنفسك، هيك هيك اذا عرفوا رح يسألوك، وانت على كل حال ما بتقدر تمنع سمير انه يتقدم بعطاء مثله مثل اي صاحب شركة مقاولات. اذا سمير بتقدم للعطاء انا رح اقدم اعتذار عن رئاسة اللجنة واشرح لهم شو السبب حتى ابرر ذمتي، شو رايك؟ هذا انت عن صحيح كفيت ايدك عن موضوع التسهيلات والعمولات واللي بالي بالك. ايوه يا رحمه، عندك مانع؟ انا خلص طبت، ربنا نفذني من الاتهام الاولاني وطبت. فهمتي ولا ارجع اعيد لك مره تانية؟ طبت. ما فهمت شو قصدك؟ يعني الزلمة موافق بس ما بده يبين قدام بنته انه موافق. يا ستي خايف على سمعته ولا كيف حكى لها بصير خير؟ يعني معقول يكون هيك قصده؟ طبعا هيك قصده. يا ام سمير الزمار بموت واصابعه بتلعب. والله وكبرت يا ابو السؤس. عيب صرنا نلعبها صح. ابن بطنك لا تخافي علي. نفسي ترجع ايام العز اللي عشناها يا سمير حتى انتقم من ابوك اللي راح وتركنا بهالحاله. هو اللي تركنا ولا انت اللي خليتي يتركنا؟ سوري مش قصدي. وعلى العموم انا اللي راح ارجع لك العز اللي كنت فيه. يا ريت يا سمير يا ريت. وبناء عليه ارجو منكم التكرم بالموافقه على تخصيص ما قيمته 3 ملايين دينار في موازنه العام القادم ليتسنى لنا القيام بذلك تغطيه للمشروع المشار اليه اعلى، علما ان الفائده من انجاز هذا المشروع تستحق ذلك، شاكرا لكم الاهتمام المسبق وذلك خدمه للوطن والمواطن، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. حلو بجد؟ عيب يا استاذ، انت مديري ومتجوز، يعني ما بصير تعمل هيك حركات. شو يعني؟ انا اسف، ايدي اجت على ايدك بالغلط. بالغلط؟ يمكن، بس ما قلت لي، شو هو اللي بجنن؟ تسريحة شعرك. عفوا؟ لا لا، قصدي صياغة الكتاب. بحسب، بصراحة انتوا الكبار بالسن بتخوفوا. وأنا بنت ضعيفة وما عندي تجربة. أنت مالك يا سناء؟ كل مرة بتعاملني شكل، مرات بحسك قريبة مني ومرات بحسك بعيدة عني. بعدين معك حرام عليك اللي بتعملي فيه. أنا؟ لا لا يا أستاذ، معناتها أنت عم تفهمني غلط. حياة هاللحية الغارمة ما هو قصدي. يا بنت بعدين معك ارحميني. مش لما ترحمني انت بالاول؟ انا شو انت ما بتطلع بحالك بالمراية؟ ما بتشوف جمالك؟ انا ولا شعرك المونس بشوية شيب بيوخد لعب؟ انا خلاص يا استاذ ما قلنا عيب. استغفر الله العظيم، شو اللي بصير معك يا صالح؟ لا لا، اللي بصير مش معقول. انت لازم تعمل حد لهي المسألة، قصدي لهي المسألة. صدقني يا اخوي، انا بس امبارح بالليل عرفت، ومن وقتها لهلا وأنا محتارة مش عارفة شو بدي أسوي. اسمعيني يا إناس، أنا بدي إياك تساعديني بهذا الموضوع. كل اللي بدي إياه منك إنك تلاقي أي شيء يخفف التهمة عني. التهمة اللي ورطني فيها جوزك الحقير. وأنا شو طالع بإيدي أعمل؟ عماد مش سهل، بدليل إنه قدر يضحك علي، واللي مثله مش ممكن أبداً يترك وراء لا دليل ولا أثر يدينه. تعرف عم فكر اطلب الطلاق واخلص منه. لا يا ايناس لا، اوعى تعملي هيك. انت لسه قدامك فرصه تلاقي دليل ضده، وبعدين اذا طلقتي وين بدك تروحي؟ لا يا اختي اوعى تطلقي، اوعي، وبعدين اوعي تخليه يعرف اشي. شو يا باشا؟ طول المكالمه.
حاضر يا بنت حرام، شوي بس شوي. أنا لازم أنهي المكالمة، اسمعي أنا رح أكتب لك رسالة وأشرح لك فيها كل إشي، أوكي؟ يلا باي باي. الله يسامحك يا أخوي، ورطت نفسك ورطتني، هاي آخرتها. أنت بسجن وأنا بسجن. بين علينا سيبك، هذا واحد شيطان. شيطان؟ هذا زعيم الشياطين. معناته ما تورط أختك معه. آخ لو أقدر أطوله انتقم. غمض عين، فتح عين، ولا إنك طالع من هون. ساعتها بتنتقم منه براحتك. خايف لما أطلع من هون يكون هالأزهر صفى أعماله وهرب من البلد كلها. بدها شوية صبر، ما بكفي إنك بالسجن، كمان تنكد على حالك هون. طيب يا عماد طيب، ما بكون هزت إن ما دفعتك ثمن الأيام هاي كلها. حبيبتي إناس، المفروض إنك تصبري، بعرف إنها صدمة كتير كبيرة عليك، بس مش لازم تستسلمي أبدا. يعني أنا انكتب علي أعيش مع واحد طلع؟ أنت لازم تسمعي كلام أخوك، أعملي حالك ما بتعرفي شي، بلكي قدرتي توصلي لأي دليل يخفف عنه. وغير هيك يا إناس، ما تنسوا إنه البنت بمجتمعنا من غير ما حدا يسندها بتصير علكي بتمام الناس. الأحسن إنك تصبري. معلش سامحوني صبايا، نغصت عليكم فرحتكم بحمل ليلى، وإنه الحمد لله فرح بلشت تستجيب للعلاج وتنتصر على المرض، الحمد لله. معناته افرحي لنا يا بنت وارمي الدنيا ورا ظهرك، يلا والابتسامة الحلوة. أيوة هيك، يلعن أبو الزعل كله. وبعدين يا إناس، مين فينا ما عندها هموم؟ بس هاي الحياة بدها تمشي. لو إنك عايشة مع حماتي، والله لا تقولي إنه عماد أرحمه. وإنتي إمتى نفرح فيكي يا حضرة الضابط؟ وإنتي لإمتى بده يضل لسانك متبرم منك يا بنت ها؟ ول 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 ول، إذا عادنا نبكي بتقولوا ليش البكا، وإذا عادنا نضحك بتقولوا خلص بلاش ما يعا. أي والله حيرتونا. أنا مني وعلي ضاربتها بعرض الحيط، بدي أضحك يعني بدي أضحك لو شو ما كان. وانت يا فرح شو صار معك؟ ما انتو عارفين الزواج بعد الدكتوراه، يعني خلص ما ضل اشي، الرسالة ونهيتها، بس ضايل هيك اراجعها شوي قبل الطباعة. طيب يا بنات، مين بدها تساعدني بحملة مهند الانتخابية بخصوص المرأة؟ انا معك. وانا كمان اعتبريني جاهزة، مع اني يعني مو فاضية كتير، بس مو لانك صاحبتها كرمال عيون جوزك. نعم 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 يا ست فرح، حبيبتي ابعدي عن جوزي وروحي لسليم تبعك، وبنصحك تتجوزي بدري ما دامك هيك البنت عينها زايغه. انتبهوا. لا يا حبيبتي لا، سليم عندي بالدنيا كلها ها، ولعلمك رح اوقف مع جوزك، لا لسواد عيونك ولا لسواد عيونه، بس لاني مقتنع ببرنامجه الانتخابي. هو انت يا نوسا، انا خلوني بهمي، اللي بشوف كشرتي من الناخبين ببطل يصوت للاستاذ مهند وغيره. معناته حبيبتي نحن مستغنين عنك، الله يكفينا شر كشرتك. يعني انت شايف ان انا ثورية؟ لا مش انا اللي شايف، افكارك اللندنية هي اللي بتقولها. عجبتني هاي اللندنية. لندن مدينة الضباب، يعني من عيشتك هناك ومعرفتك بطبيعة الحياة وطبيعة الناس بتعرف كيف بتعاملوا مع بعض، وبتعرف كيف بتعاملوا حتى مع مشاكلهم، بتعاملوا بطريقة كتير هادية وكتير باردة. بس انا ملاحظ انك مش ماخذة منهم كثير. احكي لي يا ختيار، لايش بدك تجر رجلي؟ لا 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 لا، انا لا جريت ولا بدي اجر رجلين حدا، انت تتهميني بما ليس فيا. شفت عاد الفرق بيننا وبينهم؟ بين اصحاب الحياه اللندنيه هم بيحكوا اللي ببالهم، يعني ستريت، احنا اللي قاعدين بنلف وبندور. ما حكينا ستريت من الاول، بس انت ما عجبك ولا نسيتي، بس هينا فيها. بدك ستريت تتزوجيني يا هند؟ بدك ستريت؟ موافقة بس بشرط. موافق موافق حتى بدون ما أسمع. ما خلص اللي صار صار، وكتر الكلام ما في منه فايدة، لا رح يطلع عزة من السجن ولا يدخل عماد السجن. غالي
هاي أول مرة بتعترفي إنه جوزك هو السبب بدخول عزة للسجن. لا، هذا الكلام مش صحيح أبدا. عماد مش هو السبب، صحيح إله ضلع في الموضوع، بس عزة طمعه هو اللي دخله السجن، ويا ريته قدر يلعبها صح مع عماد. ما قدر يلعبها صح، عشان هيك اجت في راسه، لأنه إيش؟ عزة رفع خشومه بوجه عماد، وهذا اللي دمر. أنت على أي أساس عم بتدافع عن عماد؟ ليكون لك علاقة في الموضوع؟ أنا يا ناس، وأعوذ بالله من كلمة أنا ببيع كل الناس وما بسمح لحدا يشتريني. يعني قصدي هذول التجار اللي من نوعية جوزك بيعتبروش حالهم غلطانين. الرشوة عندهم تسهيلات والحرمنة شطارة، بيلعبوها بطريقة ذكية. لكن اللي زينا هبايل، بنستعجل على السرقة، ومشان هيك بنقع بسرعة يا كبيرة. ما النتيجة واحدة، هي هي. مش بقول لك احنا هبايل. هلا يا حسن، عزت هو السبب، هو اللي سرق ونهب وزور. للأسف يا كبيرة، هي الحقيقة اللي مش راضي الست إيناس تعترف فيها. معناته أنا لا يمكن أضل على ذمة واحد حرامي، وإن طلع بكرة من السجن بطلع لي خريج سجون. شو قصدك يا ميادة؟ قصدي واضح يا ست إيناس. اسمع يا كبير، من بكرة بتشوف لي أفضل محامي. بدي أرفع قضية على السيد عزت. الله يستر ما حدا يشوفنا مع بعض. خايف من مرتك تعرف؟ لا مش هذا الموضوع، بس يعني إذا حدا شافنا مع بعض شو بدهم يحكوا؟ المدير وسكرتيرته شو بسووا هون؟ مزبوط، معك حق، وأنا كمان خايفة على سمعتي. يعني مهما كان أنت بدر رجال، بس أنا بنت في عز شبابي. معناته قومي نمشي من هون. لوين؟ مش عارف وين ما رحنا الناس حوالينا. طيب والحل؟ الحل تجي تطلبني من أخوي. أيوة، بس أنا إلي شرط واحد. بدك تتشرط كمان؟ لا سناء، مش قصدي. شو قصدك؟ قصدي يعني إذا برضى أخوك إن نتجوز بالسر، أنا من بكر مستعد أطلبك. نعم يا حبيبي. لا يعني بس أكم من شهر عبين ما أقدر أسترجع مصاريي من أم هيام. ما أنا قلت لك. وإذا مرتك ما رضيت؟ ليش هو بكيفها؟ بس أنت عارفة أنا ما بدي أسترجع الرصيد هلأ، لسه الأمور ما هديت وأنت عارفة. هو أنا مش بس عارفة، أنا عارفة وعارفة وعارفة. بس يكون بعلمك أنا هيك خلاص تبت. وما دامك تبت أنا شو بدي فيك يا حبيبي؟ ليش سكتتي؟ موافقة ومستعدة أقنع أخوي، بس أنا كمان عندي شرط. شرط؟ شو؟ بدينا نتشرط من هلأ؟ شو معنى أنت يعني تشرطت علي؟ شو هو، أنا ناقصة إيد ولا رجل؟ ما أنا بنت في عز شبابي. طيب احكي وخلصيني. بدي تشتري لي شقة باسمي. موافق، بس يعني لما أرجع حسابي من إمهيام. شو علي؟ بس ما حدا بيضمن حدا. لا أنا قلت لك مش بكيفها، حسابي راجع لي، يعني راجع لي. أنا قصدي أنت يا روحي. أنا كلمتي كلمة. يعني مش ناوي تتجوزني؟ لا كيف مش ناوي؟ أنت احكي لي شو بدك ضمان؟ بدي شيك بقيمة الشقة، يا هيك يا كل واحد يروح بحال سبيله. لا شو كل واحد يروح بسبيله؟ حاضر، من عيني أنت تأمري غيره. بس على العموم أنت بتستاهلي، مش خسارة فيك كل المصاري. أرجوك يا صلوحتي، أنا من غير إشي مش قادرة. أخوكي هلأ وين بلاقيه؟ نعم قلتيلي نفسك هافة على حسرم؟ وانت على ايش فرحانة؟ وانت متأكدة انك ممغوصة واستفرغتي؟ نعم ماما. يعني هذا معناته انه والعلم عند الله انك حامل. حامل؟ كيف؟
شو كيف؟ يعني قصدي ليش؟ لك شو مالك انت جناتي؟ شو كيف وليش؟ انت حامل، لازم تفرحي، لازم تنبسطي. افرح؟ هلا افرح قال على ايش ولا على ايش؟ على البكا ولا على تغيير الفوط؟ لا لا لا، مش معقول مش معقول. لك يا هبلة يا هيام، انت هيك رح تصيري تتأمري على جوزك وعلى امه المتصابية العجوز، وهيك رح يصيروا يقولوا لك حاضر على الطالعة وعلى الفايتة. كل هاد يا مجنونة، هي فرصتك، فرصتك تتدللي عليهم وتاخدي منهم يلي بدك اياه. ليش هم يا حسرة في عندهم غير هالفيلا اللي ساكنين فيها؟ ما حكينا للسيد بابا يحن علينا بنتفت هالعطاء ورفض، وهيو طير السيارة من ايدي. البابا اتركيه علي، انا رح اضلني وراه حتى يوافق، ولعلمك اذا عرف انك حامل يمكن يغير رأيه. شو بعرفك؟ طيب ماما، شو رأيك نروح انا وانت عند الدكتور نفحص ونتأكد؟ طيب بس دقيقة غير أوعي واتصل مع الدكتور. يلا. حامل. الله يا أبو فرح، الله يسلم ايديك. لا بس بدها شوي، مالنا مال الحكي. بس ان شاء الله ابن هالدكتور ما يطلع عنيد مثل شباب هالايام ويقول لا، شرطها انه ابنها يوافق. هلا معقول دكتوره عايش بلندن بدك اياه يقول لا؟ ما ظنيت بابا. انا من هلا بدي اقول لك الف مبروك يا احلى عريس بالدنيا. الله يبارك فيكي، بس انت يا بنتي بتفكري انه لو من جيلك بفكر نفس تفكيرك؟ لا، بعدين المساله مش مساله علم وثقافه وبيئه وبس. في ناس عنيدين بالفطرة، المنتاليتي تبعتهم هيك، اسلوبهم هيك، الطبع غلب التطبع. طب انا عندي اقتراح، شو رأيك نتجوز انا وسليم وانت وهند بيوم واحد ونعمل عرس واحد؟ هلا 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 هلا، هذا الناقص بدك اياني اعمل زيطة وزنطليطة؟ لا 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 يا عمي. وشو فيها يعني؟ اكيد هذا سليم. على مهلك على مهلك يا بنتي. ألا كنت عارفة إنه أنت. شو حبيبي؟ طيب مش مشكلة. لا بس كنت حابة يعني إنه نتغدى مع بعض. طيب خلص حاول تيجي المساء. أوكي يلا باي. شو يا بابا، كأنه مش جاي على الغداء؟ ما رح يقدر عشان بيت العزة، بس قال إنه يمكن يجي المساء. مدام هيك معذور يا بنتي. أما إيش، أنا كل يوم بكتشف في خطيبك إشي مهم. مالك يا بنتي؟ فجأة غشاوة حزن غطت على وجهك، إن شاء الله ما في شيء. امبارح لما شفت لهفته على محبوبتي، لما سمع بخبر بوتي منه، حسيت بشي غريب. إحساس شو يا بنتي؟ الحنين اللي بقلبه، لها مشاعر وقوة ما بتنوصف. أنا خايفة أكون ظلمته معي لأني. يا بابا يا بابا، إحنا بدنا نرجع للسيرة هاي مرة ثانية. أكم مرة قلت لك إنه سليم أضرب نفسه منك وأعرف مصلحته منك. يلا بلا زلع فاضي، أحسن للطبخة تنحرق ونصفي بلا أكل. يلا الله يخلي لي إياك أحلى أبدا. أيوة هيك الحكي المضبوط. حرقت الطبخة كله منك، عزيمة على حسابك اليوم. بتمنى بابا اللي حكيته يطلع مزبوط. أنا بس كنت بدي أطمن إني ما رح أظلم سليم معي. الله يبشرك بالخير يا هيمو على أحلى خبر سمعته في حياتي. بدي أصير أبو، بدك تصير جدا. مبروك يا حبيبي. سيمو تعالي نروح نرتاح بالغرفة هيك، يعني جاي عبالي أحضنك بس مستحية. عن إذنك يما. وين رايح؟ تعال تعال امسك إيدي، لأنه الدكتور حكالي ما لازم أتعب حالي خصوصاً أول الحمل علشان البيبي يثبت، هيك قال. مظبوط. يلا شوي
شوي شوي شوي شوي والله عشت وشفنا دلع دلع بنات هالايام. ما في خجل ما في خجل. بدي احضنك نم 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 بدي احضنك بس نم نم مستحيل مستحيل. بس يخلص بيت الاجر الولد وين بده يروح؟ انا هذا اللي شاغل بالي، ما بدي ياخذوا حد من قرايبه وما يهتم فيه ويضيع الولد. طب انا عندي اقتراح. شو اقتراحك؟ شو رأيكم نحطه بمدرسة داخلية؟ يعني هلأ في مدارس أهلية فيها سكن داخلي. بس يا بنتي المدارس هاي أكيد غالية. شغلة مصاري أبداً مش مهم، أهم شيء الولد يكمل تعليمه بأحلى المدارس. اقتراح فرح بمحله. بس بشرط أنا بتقاسم معك المصاريف، يعني أنت عليك النص وأنا النص. سامع؟ اللي بسمعها بتحكي هيك بيحكي مش ناوي تتجوزني. لا حبيبي هاي ما تحلم فيها. أنت نحكم عليك مؤبد معي. ونعمل حكم. مدام هيك ما في فرق بيناتنا، ولا بكره بدك تسوي لي مدام وبحساب خاص، هي من اولها بحكي لك، انا زلمي عربي. امرك يا سي السيد، وانا اقدر يا جميل. ربنا يهنيكم يا اولاد، يخليكم لبعض. ويخليك لينا يا بابا. يا احلى واجمل اب في الدنيا. يا ويلي. في الحالة هاي أنا مضطر أطلب إعفائي من رئاسة لجنة العطاءات. أنت بتعمل هيك عشان أنا قلت لك بدي أتقدم للعطاء. ما هو مش معقول أكون رئيس لجنة العطاءات جوز بنتي بتقدم للعطاء. افرض العطاء رسي عليك لا سمح الله. لا سمح الله. مش قصدي، ما تفهمني غلط، بس يعني إذا العطاء رسي عليك راح يقولوا لي كيف وليش، رح أتعرض لأسئلة إلها أول ما إلها آخر. هذا بدل ما تقول لي يا عمي ابشر يا سمير، اعتبر هالعطاء هدية لابنك أو بنتك اللي جاي. كمان ما بدك ياني أتقدم للعطاء؟ يعني أنت شايف الوضع هيك صح؟ يا ابني افهمني وقدر موقفي وبعدين معك. هذا هو الوعد اللي وعدته لهيام وقلت لها يا هيام بصير خير؟ وين الخير عمي؟ بعدين معه هات بنقول تور بولي حلبوه. وقفت علي أنا يا عمي أبو هيام. نص تجار البلد قاعدين بيحلبوا هالثور، وفي بعض المسؤولين بيشربوا من حليبه. شو قصدك؟ ولا إيش. شكرا شكرا كثير. هيام هيام بسم الله عليك. شو مالك؟ حكيت نكتة أنا يعني وما معي خبر؟ لا بس عجبتني طريقتك وأنت تنادى علي هيام هيام يلا خلينا نروح. مش بدك تحلب التور؟ قصدي العطاء. يعني أنت شو رأيك؟ معناته بتروح يوم الأحد على المديرية وبتقدم للعطاء، بكرة الخميس والماما وعدتني خير. مش فاهم يعني شو يعني؟ مش فاهم شو يعني؟ يا فرحة أمك فيك. مثل ما اتفقنا حبيبتي، بكرة بتجيب معك كل الأوراق اللي بتلزم لكتب الكتاب. طبعاً عمري حجزت خميس وجمعة وسبت أحلى سويت في موفنبيك العقبة. الشقة؟ لا لا ما عليكي، أسبوع بتكون مؤثثة بالكامل وجاهزة. مع السلامة. سامع صوت صلوحة؟ أنا بستناك بالغرفة وأنت عم تحكي تليفونات. الشغل الشغل ما بيرحم. بتعرفي إن أنا كنت ناسي أحجز فندق في العقبة. ليش أنت من أيمتى بتسافر على العقبة مشان شغل؟ شو اللي جد؟ عاد شو بدي أسوي؟ المشروع اللي بتعمله سلطة إقليم العقبة طالبيني شخصيا عشان ارتب لهم الامور. ولا علمك بدك تعمل حسابك انه اليوم طالع ممكن في اي لحظه يتصلوا فيي عشان اروح على العقبه.
طيب صلوحة، ما بدك تفوت تنام ولا بعد في عندك شيء يعني ممكن تتذكره؟ لا لا ما في شيء، أنا تحت أمرك. بس ما تنسي تكتبين الشيك اللي ب20,000. الشيك صار جاهز وموقع، بس إن شاء الله هالمرة الأسهم اللي بدك تشتريها ما تروح خسارة. لا لا، الأسهم المرة هاي أرباحها مضمونة 100%، ومثل ما وعدتك الأرباح اللي رح تجي فيها آخر السنة إلك تشتري فيها اللي بدك إياه. تسلم يا حبيبي، تسلم. طب يا صلوحة، ما بدك تنام؟ يلا. حتى لو حضرتك تضحك علي يا كبيرز أنا راضي، المهم إني خليتك تنبسط وضحكتك. صدقني يا أستاذ عماد أنا بعجبك، أنت بس جربني وشوف. قلت لي يا حسن بدك تصير مثل عزة. طب ليش يعني عزة أحسن مني لا سمح الله؟ لا 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 أبداً أبداً، بس خايف لتطلع غبي مثله، تكون نهايتك السجن يا حلو. لا يا كبير، مش حسن اللي فوت السجن، أنا صحيح شكلي شوي مبهدل بس بعجبك، أنا عقلي نظيف وبعدين أنا مخلص. مخلص؟ وضل في حدا مخلص يا مخلص؟ طيب بتحب أثبت لك إن أنا مخلص إلك؟ كيف؟ امبارح المدام على مؤاخذة اجت لعند اختي وقالت انك السبب في دخول اغواء السجن. شو اللي بتحكيه يا حسن؟ هذا اللي صار يا سيدي. تعرف يا حسن اذا كنت بتكذب علي شو راح يصير فيك؟ راح اخلي الكلاب الضالة تنهش لحمك. وليش بدي اكذب عليك لا سمح الله؟ هذا اللي صار، وحتى اثبت لك صدق كلامي، سمعتك بتحكي تليفون مع واحد اسمه شكري، وسمعتك بتقول انك دبرت صفقتين اللحمة ووقعت عزت فيهم. الله لا يعطيك عافية. مقبولة منك يا كبير. مش عنك بحكي يا حسن، روح على شغلك، روح خليني اعرف ادبر راسي معها. امشي. حاضر يا كبير. حاضر يا سيدي. هو لازم أحطها تحت جناحي يا شكري، ولا بدك إياها تتفق مع أخوها علي؟ شكري ألف مرة صرت قايل لك إياها، مش أنا اللي بخاف. بعدين المثل بيقول لك اللي ما بيجي معك بالعصاية تعالوا بالسياسة، وكلها بنهاية تكسير روس. اسمع. أيوة طيب اسمعني منيح، أنا هلأ صرت على باب البيت مثل ما اتفقنا، 10 دقائق وبترن علي، ما تنسى. يلا مع السلامة. بدك شيء ثاني مدام؟ لا شكرا، روحي. شو بشوف الحلو صاحبك كثير اليوم. انت شو اللي مرجعك؟ الساعة ما صارت 10. بصراحة أول ما دخلت المكتب خطر على بالي فجأة هيك إنه نسافر على العقبة 3 أيام، وحجزت الطيارة مشان نكسب وقت، معي التذاكر، وحجزت في أفخم فندق هناك حتى نقضي إجازتنا هيك بأريحية أنا وإنتي والبحر. فجأة خطر على بالك؟ وجهزت لكل شيء؟ إيناس أنتي بعدك ما بتعرفيني، يعني ممكن في يوم من الأيام أتصل فيكي وأحكي لك جهزي حالك، إحنا الليلة مسافرين لأوروبا. وللعلم تليفونات ما راح أخذهم، راح يضلوا هون مشان نستمتع بإجازتنا. تمام.
ايوه يا سيد شكري. اسمعني يا شكري منيح، انا بعد اللي عملته حضرتك في نسيبي عزت، وبعد محاولتك القذره في توسيخ اسمي بالسوق، ما عاد اثق فيك نهائيا. وبصراحه اكثر انا ما بيشرفني اتعامل مع واحد مثلك. ايوه يا سيدي، انا لما حكيت معك من يومين كانت محاوله مني لجر رجلك فقط. بعدين صحيح انا حكيت لك اني انا المسؤول عن توريط عزت ومن هالكلام الفاضي، بس برضو انت بغبائك صدقت وقعت بالفخ. ايوه يا حبيبي، سجلت لك المكالمه واللي حضرتك بتعترف فيها بتوريط عزت، والتسجيل موجود عند المحامي هلا، وانا عم بستنى منه خبر نهايته. ابعد عني، لانه ما بيشرفني اتعامل مع واحد مثلك. شايفه يا حبيبتي، مكالمه مثل هاي بتضيع علينا سعادتنا، بس وينك؟ انا من اللحظه هاي مش مستعد اخلي اي انسان ينكد علينا. صحيح اللي سمعته يا عماد، اما انا طلعت غبيه. شو قصدك يا حبيبتي؟ مش فاهم عليك. لا يا حبيبي ولا اشي، على رايك خلينا مبسوطين، بس المكالمه هاي اللي سجلتها ممكن تفيد عزت. انا راح اعمل اللي علي والباقي على الله. احكي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. حبيبتي الله يرضى عليك، خليها تعمل لي فنجان قهوه لبين ما اخذ دش واغير، وانا من اللحظه هاي لصباح الاحد ملكك انت. السفر بعد الغداء عشان تعملي حسابك. ماشي يا ست ستات يا عسل. صالح، حضرت لك الشنطة وحطيت لك كل شيء بتحتاجه فيها، بس على غير عادة ليش متقل الريح اليوم؟ ومهتم بثيابك وحالك، هي اللي رايح على عرسه مش هيك؟ حص اجت الثانية، بعدين مع مزحك يا رحمتي يا حبيبتي. أنا ما بمزح بحكي جد، بعدين شو هاي الجرافات اللي لابسها؟ أول مرة بشوفها، مثل الشباب الفاعلين ليش؟ ما أنت عارف الأجانب اللي إحنا بنشتغل معهم، اللي بنفذوا المشروع، يعني هدول الجماعة ستايلهم شباب وما بيعترفوا بالعمر مثلنا، بعدين أنا حبيت من باب المجاملة يعني أفيع زيهم، عن إذنك تأخرت عليهم كثير. هيك يعني؟ بس راح بدون ما يودعني مثل العادة.
شو مالك يا صالح؟ شو في؟ الحمد لله ربنا ستر، منيح ما شافني. مين؟ واحد معرفي من النادي. لا ولا مصيبة، معه مرته، مرته صاحبة بنتي هيام. يا ريتهم شافونا وخلصنا. انت انجنيتي، ايش شافونا وخلصنا؟ عارف شو الحظ السيء؟ شو اللي جابه على نفس الاوتيل اللي انا نازل فيه؟ حظ أسوأ من هيك ما في، حظ بفلق الحجر. يلا 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 نمشي بلاش يشوفونا. يلا لا يا هيام، ابوك رجع من العقبة وحط راسه ونام. الظاهر يا حبة عيني كان مقضيها شغل هناك. اوكي ماما اوكي، بس بكره ضروري اشوفك. شو يعني بدي غير موضوع العطاء اللي حكينا فيه؟ طيب اوكي. نايتي ماما. شو؟ زي ما سمعت. وانا سمعت اشي؟ بابا يا حرام رجع من العقبة كثير تعبان، قام حط راسه ونام. بس الماما قالت لي بكره من الصبح من الصبح راح تحكي معه. سمير وانت كمان بكره من الصبح روح على المديريه وحطه تحت الامر الواقع، واكيد اكيد راح يتعاطف معك. صدقني هذا اللي طلع معك. اوكي انا بكره بروح له وان شاء الله بس ما يركب راسه. صباح الخير. وانت من اهله. قضينا يا ليلى 3 ايام من العمر في العقبه. الظاهر اني كنت غلطانه. انت طمنيني عنك، شو اخبارك؟ اكيد مشغوله بحمله جوزك الانتخابيه. اسكتي يا ايناس، غرقانه لشوشتي مع مهند، ما ضل الا كم من يوم. ربنا يستر. من تمك لباب السما. وانا كمان لازم اطلع ارتاح. حبيبتي خليني اشوفك. طيب مع السلامه.